قد ايه طولك؟ هيدا اكثر سؤال بيسالوني اياه. قبل ما تقولي وعادة ما كثير بحب جاوب لانه كل بنت شيء يعني فيها تكون من وزني وما نور. ما فينا نقول قبل بس وما في مقياس واحد بس اكيد المقياس عندك ضابط كثير لانه نور يعني موديل ف وين رايحين؟ بدنا نعمل موديلينج انا وياك لنقول يلا اوكي على الكاميرا اوكي فازان قد ايه طولك انت؟ انا متر و94 ايه بس لابس زحف كانه على البوديوم نحن فازان ميشو ونور اوكي لابسين من تشكيله حديث البلد ميشو طوله متر و94 اما نور طولها متر و85 جاوبيهم على الطول اوكي كفوا هيك برام وجاوبيهم على الطول هلا اذا اقصر على الكاميرا بس اذا ميشو متر و94 انت قد ايه مترين و10؟ انا طولي متر و75 وزني 58 ايه انا طولي متر و58 ووزني 74 لا منى مش هالقد انا مثل ما قلت يعني بس ما قلت لك انا متر و94 بس ببين متر و74 بيلبس زحف الان بيلبس زحف بس هي عن جد شو بتطلع فيها ولا غلطه انت وايلا عاملين حاله خاصه على السوشيال ميديا والناس يعني معلقين فيها على ايلا وحتى يعني اهم ستارز بيعملوا ليبسينج على كلمات ايلا وابدا وهيك عم بيعيدوها هون الستات اليوم في ناس بيقولوا انكم عم بتعلموها لايلا شو تقول شو ردك عليهم؟ كثير ناس بيسالوني هالسؤال بس انا رح اسالك انت ام انه كيف يعني اذا انا ايلا بلشت هولي فيديوهاتها المهضومين كان عمرها سنتين ولا ممكن على زمان يعني بدي يكون فاتحه شو بدك تعلميها عمرها سنتين او اربع سنين ايه بدي يكون فاتحه ايكول دو كوميدي بالبيت تعلمها هول الاشياء ولا ممكن سنتين بيكونوا انجا عم بيتعلموا يا وبتنفعل بتبكي وبتنقهر ايه مزبوط ايلا هيك هي تبع هيك هي كثير بتستحي باي ذا واي هلا وقت رح تجوا رح تنتبهوا يعني لمين طالعه هي مثلي انا بستحي كثير اوكي بس لمين طالعه بال جورج امه وقتها تخبرنا قصصه كان يوقف مثلا بالقبرص يسافروا هيك بالاوتيلات كلهم يوقفوا هو يعمل لهم مسرحيات هي مثله شوي بس بتستحي مثلي ذكيه لبيها كمان ولا لاثنين صراحه لنكفي الانترفيو معنا والدتك نيلة وأيلا بالباك ستيج خلينا نستقبلهم معنا وهلا حديث البلد مع نيلة وأيلا اهلا فيكم بحديث البلد دوخك ميشو بهالبرمه ولا ماشي الحال عندي دخين دختي دختي نعمل برمه بالقلب خدي هيك نفس ايلا خلينا ناخذ سوا هيك لانه كمان انا قد ما برا مدوخني خلينا ناخذ سوا نفس عميق سوا وان دو تخوا لحتى نركز ما هيك نيلا بعمل لك برمه غارت نيلا هلا